أعزائي المشاهدين، إخوتي وأخواتي، كما تعلمون بأن تويتر أخذ اسمه من مصطلح تويت. لقد أحدث موقع تويتر نقلة نوعية بمفهوم الإعلام. يبقى الوطن هو الهدف الأسمى. الوطن بالنسبة لنا هو الكيان، هو الأصل، هو الهوى. تويتر مهم ومن وجهة نظري راح يكون أهم في المستقبل القريب. طيب شو الرسالة اللي بتوصلها للمغردين أو للناس اللي موجودين في هذا العالم؟ أي إنسان يسيلك ويسيل لوطنك، أفضل حله بلوك. مو إلزامي أنك تتابع أي شخص يتابعه. إن مواقع التواصل الاجتماعي أرض خصبة أكيد. للخير أم للشر، ولكن حينما تكون القضية والإساءة للوطن فلا ينبغي السكوت. يا أخي قيم كلام للناس يتابعونه، بيقول انظروا لهذا المغرد الإماراتي، ما عرف يرد علي قام يسب. قناة نجوم تكرم الأستاذ محمد الرئيسي في فقرة مغردون للوطن. برنامج تويتر زون في الأوقات التالية.